بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا كل ما ينفعنا عن طريق إيحاءاتك العلم ببعض أوامرك والوقوف عند كل ما حرمته علينا. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، شوفوا ما قداش عندنا قيمة عند ربي، نحن أهل الإيمان. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. الجنة لا فيها، صح مفاهيمكم، خرمتم عندكم اليوم تلبيسات إبليس، أوقعتكم في خلط عجيب، وهو الحرام رديته حلال، والقبيح رديته جمال، وانتم ماشيين رسبتوا رياحاتكم. خاصة كل الضلالة، أهل الضلالات، تعالي بوزار إلا من رحم ربنا، ولا وبر كل نحت وكل وقت تلبيس. تعرف قاعدين يعملوا البعض منهم اللي خباث ياسر، وقاعدين ياخذوا في أموال حرام، ياخذوا قماش ويجيوا النجاسات يحطوا عليها، ولا ما يحطوش عليها بعض مواد ملونة، ويدخل فرشاة في النجاسة، ويبدأ هو تحت سكرة بالخمر ولا بأشياء أخرى، دروجات أخرى، ويبدأ الشيطان يقول له امشي على اليمين، امشي على اليسار، انزل، رخ، اضغط كذا. يعني الناس اللي بعد يبيعوا باللي ذوق ولا متدني، يبيعوها بأعلى الأثمان، ما يستغربوش. اللي مش يشتريها هو مغفل، واللي مش يشتريها يلوج كونه اللي مشهور اللي يشراه كذا وكذا. وعلى رينا النحاتة كيفاش خذاهم الأمة بحيل، يعني ما عندهم وساطات، خذاهم وقالوا قالوا مش مقابل الأموال هذه، مش نعمل لكم كما تقولون الصنم اللي بورقيبة. شوف ربي سبحانه وتعالى كيفاش انتقم منهم، وحنا نقولوا تزبلحوا بالعامية، خلاه بورقيبة بلا يدين، على روح لا عنده لسان قربه من الرحمن، ولا عنده صدق فيما قال. العمل، صدق في العمل، إخلاص، إخلاص في العمل، صدق في القول ليس بصادق عموما، ولو كان ماتر، كان يتقن الكلام ويدافع على اللئام، باش يوليو هما اللائي اللئام، وياخذوا أموال الناس بالحرام. وأنا مجرد هذه خاصية يتبعوا فيها كثير من الحكام، قضاة ومحامين، نسأل الله السلامة. حذر النبي عليه الصلاة والسلام، حذرنا، قال قاضي في الجنة وقاضيان في النار، أي اختاروا روحكم قبل ما يفوتكم الفوت والسلام.